على تصريحات ماكرون، قال وزير الخارجية التركي مولود شافوش أوغلو إن فرنسا وأطرافا أخرى تدعم شخصا انقلابيا في ليبيا هو الجنرال خليفة حفتر. وأضاف تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة أن من يجب انتقاده هو ماكرون وسياسة فرنسا التي اعتمدت على نشر الفوضى في كل إفريقيا في السابق وفي ليبيا منذ سنوات. كما أكد تشاوش أوغلو أن بلاده تعمل مع الروس على وقف إطلاق نار في ليبيا على غرار ما حدث في سوريا. ومن إسطنبول ينضم إلينا عدنان جان. وعدنان، ماذا لديك في التفاصيل عن حدود هذا الخلاف ما بين أنقرة وباريس والذي أدى إلى تراسق هذه الانتقادات؟ إلى أين تريد تركيا أن تصل فيه؟ نعم فرح، انتقادات حادة جديدة اليوم جاءت على لسان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي رد بدوره على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تركيا تقول بأن فرنسا تعمل على تقوية نفوذ الميليشيات التابعة لروسيا في إشارة إلى مقاتلي فاغنر، تعمل على تقوية نفوذهم في ليبيا من خلال دعم الجنرال الانقلابي بحسب وصفه خليفة حفتر. فرنسا بحسب الرواية التركية التي أعلن عنها اليوم تشاوش أوغلو تعمل على زرع الفوضى، هي تزرع الفوضى في ليبيا منذ عام 2011 هكذا قال تشاوش أوغلو، وأيضا تحاول الآن تعزيز الانقسام في ليبيا من خلال مواصلة دعم الجنرال خليفة حفتر. وجه انتقادات حادة في الحقيقة إلى السياسة الفرنسية في ليبيا وقال بأن ماكرون يحاول انتقاد تركيا أو يوجه الاتهامات لتركيا من أجل بعض السياسات الداخلية، لكن هذه الاتهامات بحسب وصف تشاوش أوغلو لم تنفع ماكرون بحسب بأنه خسر الانتخابات المحلية الأخيرة، وبالتالي طالب الجانب الفرنسي بضرورة تغيير سياساتها سواء تجاه تركيا أو تلك المتعلقة بالقضية في ليبيا. أيضا كان هناك انتقادات للدور الإماراتي وقال بأن فرنسا من خلال الدعم المالي لحكومة أبوظبي هي من تعمل على تقوية نفوذ الجنرال خليفة حفتر، وبالتالي تقول تركيا بأن فرنسا على خلاف جميع دول حلف شمال الأطلسي هي تدعم جنرال انقلابي، بينما بعض الدول الأوروبية العضو في حلف شمال الأطلسي متفقة تماما على ضرورة دعم الحكومة الشرعية التي يترأسها فاز السراج. نعم فرح، شكرا جزيلا لك عدنان جان من إسطنبول.